السلام عليكم. هذيك هي يا الاولاد، هذيك هي الكوره. والله بكنا حاسين ببعضنا، ريت الحاجه الباهيه، بكنا حاسين ببعضنا، بكنا حاسين بوجيعه في قلوبنا، وجيعه كما قلنا تمزجت بالفرحه، فرحه الانتصار على المنتخب الفرنسي. اما هذيك هي الكوره، هذيك هي الكوره. الكوره فيها الربح وفيها الخساره، كيف الكوره فيها الحسابات، ويلزمك تحسبها بالكدا وما تخلي حتى شيء للصدفه. كيف الكوره وقت اللي لادفرسير المنافس متاعك تعطيه حجم اكبر من حجمه يعفسك ويتعدى، وكيف وقت اللي تقلل من شانه يعفسك ويتعدى. الملعبيه متاعنا عملوا كيفك اللي تعدى للباك، ووالديه يستناو في فرحه. كنا نعرفوا فرحه الوالدين وقت اللي اولادهم ينجحوا، كيف الجماهير التونسيه كانت تستنى في فرحه من الملعبيه وهو التاهل للدور الثاني. الولد هذا ادخل الباك باش يقرا على روحه وباش ينجح وباش يفرح والديه، في باله باش يقرا على روحه بعد ما يمين وصار وفاتوا الكور تروازيام تريميست، حاب يرجع يقرا، جاب النوت، اما الله غالب ما نجمش يرقع اللي فاتوا وما نجحش. لهنا الوالدين تغيظهم مرتين، تغيظهم على خاطر عندهم ولدهم قراي، وتغيظهم اكثر على خاطر ما قراش على روحه وهذاك علاش ما نجحش. حتى احنا كجماهير للمنتخب غضتنا مرتين وحزننا مرتين، المرة الأولى على خاطر عدنا منتخب باهي، عدنا منتخب كان قادر أنه يتأهل للدور الثاني ويحقق حلم التوانسة الكل، عدنا منتخب انتصر على بطل العالم، المنتخب الفرنسي بمبابي بكريزمان بن ما نعرفش شكون بن ديمبيلي، عملوا المستحيلات اليوم باش يسجلوا للمنتخب التونسي، لكن المنتخب التونسي كان فريق خارق للعادة وحرم أبطال العالم باش يسجلوا. بمنتخب كيف هذا نحزنوا، ونحزنوا برشا كي ما نتأهلوش، لكن زيدوا نحزنوا أكثر وقت اللي سبب عدم التأهل متاعنا هو الحسابات الضيقة. وللأسف الشديد السبب الرئيسي لعدم تأهل المنتخب التونسي للدور الثاني الحسابات الضيقة. هذاك راهو فلان، هذاك يلزمه يلعب، هذاك يلزمه يلعب مقابلة كاملة حتى لو مش في فورم، حتى لو مش في فورم. يوسف المساكني، شكونه هو يوسف المساكني؟ شكونه هو يوسف المساكني؟ ملاعبي عنده إمكانيات، أوكي ملاعبي عنده إمكانيات، أما أمام مصلحة المنتخب يوسف المساكني راهو لا يجي شيء لا هو لا غيره. ميسي وما أدراك أفضل لاعب في العالم 7 مرات، مشي على برشلونة، وقف برشلونة قعد يمشي، طالع هابط مش مشكل، مهم قعد يمشي من غير ميسي. كريستيانو رونالدو اللي مرة زيدان مع ريال مدريد خرجوا دقيقتين قبل ما توفى المقابلة، الدنيا تقلبت، كيفاه رونالدو يخرج؟ رونالدو حاليا عرف روحه، ما عادش عنده الامكانيات تاع رونالدو ريال مدريد حاليا مع فريقه ومع منتخب بلاده البرتغال. مصلحه البرتغال قبل مصلحه كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو وقت اللي يخرج يلعب شوت ويخرج مش مشكل، المهم البرتغال تنجح، المهم البرتغال تفوز. كريستيانو رونالدو ما يلعبش مش مشكل، هذا تخمام. كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم 6 مرات، المنتخب البرتغالي قبل مصلحتي الشخصيه. احنا ليه احنا كمنتخب تونسي تعرفوا شنو يهلكنا؟ هلكنا انه مازلنا نخافوا، هلكنا انه مازلنا الملاعبي هذاك ما لعبش كاساسي، ما نجمش ريسكي بيه ونهبطوا. الملاعبي هذاك ليه يلعب في البطوله التونسيه؟ ما نجمش نهبطوا في مقابله كبيره. اليوم بين بالكاشف شوفه محمد علي بن رمضان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده 2-3 مقابلات في ساقيه، بما أنه البطولة التونسية عندها درجين ملي رجعت. شفتوا اليوم شنو يعمل؟ علاش ما لعبش ضد أستراليا؟ ما نعرفوش، بالك الإمكانيات نتاعو ما تسمحلوش باش يعدي مقابلة محترمة ضد المنتخب الأسترالي، لكن إمكانياته تسمح له باش يقدم مقابلة بطولية أمام بطل العالم المنتخب الفرنسي. وجدي كشريدة طوله مترو، يوزن تقريبا 30 كيلو، يحارب اليوم في جبل، يحارب فيه في الدفاع ويحارب فيه كيف في الهجوم. يا اخي كشريده في التدريبات مش قاعد يوري في حتى شيء، سكمن بكمن تحط ثم تلقى ثم. يا اخي ما حسيتش كجلال القادري عنده من الامكانيات اللي تنجم تفيدك. علي معلول، يا علي شخصيا كبياري ما نجم كان نقول لك سامحني، كل ما نحكي عليك الا ونقول علي معلول اللي قاعد يقدم فيه مع المنتخب التونسي ما يجيش 20-30% من اللي قاعد يقدم فيه مع الاهلي المصري. اما ماناش فاهمين انه قوتك في 3-5-2، الله غالب احنا جمهور، احنا رانا مش مشكل كي نغلطوا،
اما المشكل وقت اللي الناخب الوطني جلال القادري ما يفهمش انه قوتك في 3-5-2 اليوم لو كان لعبنا بعلي معلول ضد المنتخب الاسترالي صدقوني رانا شفنا لعبه اخرى واللي فات راهو ما يرجعش. مباراه المنتخب الاسترالي ما هيش باش ترجع، استراليا تاهلت للدور الثاني، لكن اللي فات يلزمنا ناخذ منه العبره. من غير ما ننساو عيسى العيدوني الياس الصخيري، ما نجمش نحكي، يعجز اللسان عن الوصف. اليوم قدموا افضل ما عندهم منذ انضمامهم او منذ تقمصهم الوان المنتخب التونسي. انيس بن سليمان، هذا راهو ملاعبي يلزمك تعمل عليه، هذا راهو يقوتا، هذا راهو يجيب لك الاطراح كمدرب. مانيش عارف انا شكون الناخب الوطني، يندرى باش يقعد جلال القادري، يندرى باش يتغير، خاطر دخلت بعضي وما عادش فاهم حتى شيء. جلال القادري ربح لك المنتخب الفرنسي وجاب لك 4 بوان وكاد انه يتاهل للدور الثاني، مانيش عارفين. يقعد جلال القادري، يمشي جلال القادري، يجي في عوده مدرب اخر، يجي رئيس جامعه اخر، هذا الكل مانيش عارفينه على خاطر الامور تلخبطت برشا. لكن مهما كان المدرب في المستقبل راهو انيس بن سليمان يقوته، اما مش من اجل عيون كاترين، من اجل عيون فلان وفلتان وفلان، انيس بن سليمان الا ما يجد الجد والجماهير التونسيه تولي تضرب بالبونيه باش نلقاوه. ليه خويا الباهي؟ ليكيب ناسيونال يلزمها تنظاف، يلزم يقعد اللي يقعد ويمشي اللي يمشي. وشخصيا نرى التشكيله اللي بدينا بها اليوم امام المنتخب الفرنسي، نحيو ملاعب زوز كبروا شويه في العمر، المستقبل هذاك هو العمود الفقري للمنتخب التونسي في المستقبل، هما اللي بداوا اليوم امام المنتخب الفرنسي. يا خويا يزينا من الركاية، يزينا من الاسماء، يزينا بهذاك يلزمو يكون وهذاك من غيره ما نجموش. ليه من غير هذاك النجم والركاية الكل يزيها بعد كأس العالم قطر 2022 الجامعة التونسية والمنتخب التونسي يلزمو ينضاف. والحمد لله في الختام النجم كان نقول الناس اللي تستنى فينا وتستنى في فضيحتنا، نقول لهم المنتخب التونسي فرح الجماهير التونسية، المنتخب التونسي فرح الجماهير اللي تحب الجماهير التونسية ومنهم بالملايين اللي يعشقوا المنتخب التونسي. اليوم المنتخب التونسي فرحهم بانتصاره على المنتخب الفرنسي بطل العالم. غدوة الخدمة الصحيحة يلزمها تبدأ، من توا نفكروا في كأس العالم أمريكا كندا 2026، كان خلينا ربي بخير. المنتخب التونسي كيف كيف مازال يستنى فيه كأس إفريقيا. المنتخب التونسي قادر، يزينا من كلمة نمشيو لبعيد، لا ما عادش نمشيو لبعيد. المنتخب التونسي بحول الله باش يشارك في كأس إفريقيا القادمة باش يفوز بها، وقادرين باش نفوزوا بها. حظ موفق للمنتخب التونسي، فرحتونا الأولاد رغم أنه متأهلناش، فرحنا صحيح ما فرحة بمرارة، أما الحمد لله فرحة أنه انتصرنا على المنتخب الفرنسي. وفي الختام كالعادة البياري متبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كنا تونس، وسلام.